السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة: عملية برية وطائرات استطلاع، خطة عسكرية جديدة للجيش التركي في كردستان، وحزب العمال يراقب. السوداني وماكرون يتهاتفان لبحث ملف الحرب الإسرائيلية على غزة. وزير العمل يطلق خدمة أرزاق لمستفيدي الحماية الاجتماعية. ديالة: خلية الأزمة تقيم خطة احتواء السيول على الشريط الحدودي مع إيران. غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا ل4651 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح. إسرائيل قلقة من تحول الحرب مع حماس إلى صراع أقليمي. أدوا طقوسا تلمودية، عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. إسرائيل تضيف 14 تجمع سكنيا إلى خطة الأخلاء. بعد استهداف عين الأسد، البنتاغون ترسل ثاد وباتريوت إلى الشرق الأوسط. إليكم تفاصيل الأخبار. كشف القيادي في حزب العمال الكردستاني مراد قادر اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 عن خطة جديدة للانتشار العسكري التركي على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان. وقال قادر في حديث لبغداد اليوم إن تركيا وخلال الأيام الماضية بدأت خطتها الجديدة لإعادة الانتشار العسكري وتبديل قواتها في القواعد العسكرية المنتشرة في عموم إقليم كردستان. وأضاف أن القوات التركية أجرت عملية استبدال القوات الموجودة في قاعدة كاني ماسي، كما قامت بنشر ربايا عسكرية جديدة في عدة قرى على جبل متين بقضاء العمادية بما حافظ الدهوك. وأوضح أنه حتى الآن لا يعرف الهدف، ما إذا كانت أنقرة تريد القيام بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان، ولكن تم نشر طائرات استطلاع خلال الأيام الماضية. تهاتف رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ملف الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما أكد الجانبان ضرورة إيقاف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية لدخول المساعدات إلى القطاع. وذكر المكتب الإعلامي السوداني في بيان تلقته بغداد اليوم أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبينا أنه تركز الاتصال على بحث التطورات المتسارعة في المنطقة والأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على المدنيين في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود لإيجاد حل سريع لما يحدث. أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 خدمة أرزاق التي تتضمن قروضا ميسرة من دون فوائد إلى مستفيدي الحماية الاجتماعية. وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان تلقته بغداد اليوم إن التقديم على هذه الخدمة سيكون عبر استمارة إلكترونية على الرابط أدنى، وحسب التعليمات الصادرة من صندوق الأقراض في دائرة العمل والتدريب المهني. وأشار إلى أن مبالغ القروض ستكون وفق التعليمات الجديدة وتتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار، مبينا أن هذه الخدمة تأتي ضمن خدمات الوزارة لمستفيدي الهيئة المتعددة، وتهدف إلى تشغيل العاطلين وتسهيل مشاريعهم المدرة للدخل والقضاء على الفقر. شرعت خلية الأزمة لمتابعة السيول في حكومة ديالى المحلية اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 بتقييم خطة احتواء السيول على الشريط الحدودي مع إيران وسط توقعات بموسم حافل بالأمطار. وأشار مدير ناحية خزانية 95 كيلومتر شرق بعقوبة مازن الخزاعي لبغداد اليوم إلى بدء تقييم خطة احتواء السيول المتوقعة على الشريط الحدودي مع إيران، والتي تضم قزانية وعدة مدن أخرى والتي تنقسم إلى 4 محاور. وأوضح أن التقييم سيكون نهائي قبل أن تدخل الخطة حيز التنفيذ، مع تقارير الأنواء الجوية التي تؤكد قرب هطول أمطار غزيرة خلال تشرين الأول الجاري قد تؤدي إلى سيول جارفة في بعض المقاطع. وأضاف أن خطة التقييم تتضمن نقاط عدة أبرزها الوقوف على قدرة الوديان الحدودية على احتواء السيول، خاصة إذا كانت معدلاتها عالية،
ومدى تأثر القرى الحدودية وتأمين أطرافها وضرورة إبعاد حظائر الحيوانات عن مساراتها المباشرة، فضلا عن تدعيم الطرق الحدودية القريبة من مجرى السيول العالية لمنع قطعها أو على الأقل تقليل الآثار السلبية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 4651 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح. وذكرت الوزارة في بيان إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا و 1023 سيدة، إضافة إلى 14245 مصابا. وأمس السبت ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ 7 أكتوبر إلى 4385 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان مقتضب إن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 إن بلاده تشعر بالقلق من أن تتحول الحرب الجارية مع حماس إلى صراع إقليمي أكبر. وذكر كونريكوس في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية: نحن قلقون ونحث لبنان على التفكير مرتين أو ربما 200 مرة إذا كانوا يريدون حقا تعريض ما تبقى من سيادته وازدهاره للخطر من أجل مجموعة من الإرهابيين في غزة وفق تعبيره. وأضاف لأنه حتى الآن هذا ما يفعله حزب الله ونحن نحث بشدة على عدم القيام بذلك. وهناك مخاوف من أن يحاول حزب الله فتح جبهة جديدة في الحرب المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر من خلال هجوم واسع النطاق على شمال إسرائيل. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي طلبت مدارس الأقصى من الوصول إليها وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم. الوكالة نقلت عن مصادر محلية قولهم إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. أفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 بأن السلطات أضافت 14 تجمعا سكنيا إلى خطة الإخلاء في شمالها. وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن التجمعات التي سيتم إخلاءها هي سنير ودان وبيت هليل وشير يشوف وهوغا شيريم وليمان وماتسوفا وآيلون وغورين وغرانوت وهجليل وابن مناحيم وساسة وتسيفون وراموت نفتالي. وتقع التجمعات المذكورة قرب حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا. ويأتي الإعلان وسط تبادل الهجمات الصاروخية والقذائف على الحدود الشمالية مع لبنان بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله والفصائل المتحالفة معه من جهة أخرى على مدار الأيام الأخيرة. ويوم الاثنين الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخطط لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في التجمعات التي تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023 إن الولايات المتحدة سترسل أنظمة دفاع جوي إضافية في الشرق الأوسط. وحسب ما ذكرت البنتاغون فإن المتحدث سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة. وأضاف أوستن إنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.